السلام عليكم. طلب رئيس الوزراء بتحقيق محايد في الأحداث التي شهدتها عدن أواخر الشهر الماضي وما كان سبباً في القتل والدمار الذي لحق بالعاصمة المؤقتة وبأهلها واليمن وأهله. بن دغر طلب أيضاً تحميل الجناة مسؤولية ما حدث، كما طلب رئيس الوزراء بتحول المجلس الانتقالي إلى العمل السياسي بأن يشكلوا حزباً يمثلهم وعدم فرض إرادتهم بقوة السلاح. إذن ما الذي دفع رئيس الوزراء لطلب هذا التحقيق والطلب من التحالف إرسال خبراء عرب لكشف حقيقة تهم الفساد التي طالت حكومته؟ وهل تستطيع الرياض فتح هذا الملف والتحقيق في الجريمة وتداعياتها لاحتواء الوضع في عدن، خصوصا وأن أصابع الاتهام كلها توجه صوب أبو ظبي الشريك الرئيسي في التحالف استعادة الدولة اليمنية؟ وهذه الدعوات ألا تشبه إلى حد ما تلك الدعوات التي وجهت لميليشيا الحوثي قبيل الانقلاب بغية تحولهم إلى العمل السياسي؟ كيف يمكن التعامل بعد الآن مع المجلس الانتقالي؟ هل ينجو الانتقالي من الشرك الذي وقع فيه الحوثي؟ وهل بإمكان عدن تجاوز هذا المنعطف الخطير كي يتحقق السلام وتستعيد المدينة دورها كعاصمة مؤقتة لكل اليمنيين؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في حلقة اليوم من المساء اليمني مع ضيوفنا. نبدأ نقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. عدن تستيقظ على نداء جديد هذه المرة، نداء من أجل معرفة الحقيقة، حقيقة الأحداث الدامية أواخر ليالي يناير الفائت التي حولت ساعات ثغر اليمن الباسم إلى ثغر لا علاقة له بالابتسامة، بل له علاقة بأوجاع الذين فقدوا ذويهم فيما يعتبره البعض انقلابا فاشل. دعوات التحقيق هذه المرة وجهها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للسعودية التي تتزعم التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لأجل استعادة الشرعية، واصفا ما حدث أنه انهيار شامل للدولة منعته الحكومة ودافعت عن أمن اليمن وأمن الخليج. تبقى مسألة نزاهة التحقيقات إذا ما تمت، وخصوصا نزاهة الجهة التي ستقوم بالتحقيق في ظل وضوح إشراف التحالف العربي على مشروع إسقاط وتقويض مؤسسات الدولة. وبدون مال وأسلحة التحالف لم يكن الحزام الأمني للمجلس الانتقالي سيجرؤ على أي تمرد مسلح. لم يقتصر الأمر على مسألة طلب التحقيق، بل تضمن خطاب بن دغر أمام الاجتماع الأسبوعي للحكومة دعوة للمصالحة، قائلا سنسعى لمصالحة في عدن والمحافظات المجاورة لها، في إشارة يراها مراقبون إشارة للجذور الاجتماعية ومحفزات الصراع في عدن ذات البعد الجهوي. بحسب متابعين فإن معارك الثلاث أيام الأخيرة التي اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة والممولة من الإمارات خلفت عشرات القتلى والجرحى دون ما متغيرات سياسية، وهو ما يؤكد عبثية المعركة التي وصفت بالانقلاب. دعوة الحكومة اليمنية تضمنت إشارات سياسية، فبالإضافة إلى خطاب التحقيق والمصالحة حمل خطاب الحكومة دعوة للمجلس الانتقالي للتحول إلى العمل السياسي، وهي الدعوة التي أعادت للأذهان الدعوات المتكررة لميليشيا الحوثي للتحول للعمل السياسي لكن دون جدوى. بعد هذا المنعطف هل يتحقق السلام في عدن الجريحة ويستعاد نشاطها كعاصمة جامعة لليمنيين؟ وما هو موقف سلطات الأمر الواقع ممثلة بالحزام الأمني من أبناء المناطق الشمالية بعد هذه الأحداث؟ المرحلة القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عدن مستشار رئيس الوزراء، أو عفوا من الرياض مستشار رئيس الوزراء دكتور متعب بازياد. أهلا بك دكتور متعب. أهلا وسهلا بكم. إذا دكتور، يمكن القول أن التمرد فشل، محاولة الانقلاب كما تصف الحكومة فشلت والآن مؤقتا انحلت الأزمة، لكن تداعياتها لا تزال قائمة، هناك مخاوف أيضا في الشارع الجنوبي، ما هي قراءتك أنت للوضع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم أولا على هذه الاستضافة. الحقيقة أن ما يجري في العاصمة المؤقتة عدن ليس من وليد اللحظة أو من وإنما كانت هناك كثيرة للحكومة الشرعية لرئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغار وأيضا بدعم كبير من رئيس الجمهورية على الأولى هي الاستقرار والثانية توفير الخدمات. هذه الجهود كانت أن تؤدي معركة ولمسها المواطن في أكثر من مجال خاصة في جانب الخدمات وفي الأمن أيضا. الذي حصل ان هناك
تمردا وانقلابا حصل على الأمة الشرعية، وكان توقيفها بمحاولة انقلابية فاشلة الحكومة اليمنية ومن قبل الرئاسة في حينها. ما يتم اليوم هو أعمال كبيرة تقومها الحكومة سواء كان على الجانب الأمني والاقتصادي أو حتى على الجانب السياسي، وهي قضية ملحة طرحها رئيس الوزراء اليوم بصدد منع تكرار هذه المحاولات الطائشة، وأيضا لم الصفوف والجانب المصالح مصالحة وطنية شاملة تعيد لمعركة بطولتها الرئيسية باتجاه الانقلاب في صنعاء. هذه أعتقد الجهود التي تقوم عليها الحكومة اليوم، وكانت كلمة الرئيس الوزراء اليوم بمثابة خارطة الطريق للمرحلة القادمة، حيث وضع نقاط بالنسبة للمجتمع داخليا وأيضا بالنسبة لعلاقة الحكومة اليمنية مع شركائها في التحالف العربي. طيب دكتور، لكن ما الذي يدفع رئيس الوزراء لطلب تحقيق فيما حدث، وكذلك طلب من التحالف إرسال خبراء ل يعني تحديد ما إذا كانت تهم الفساد التي طالت الحكومة حقيقية أم لا؟ طبعا الحكومة اليمنية والرئيس عبد الله منصور هادي دائما على تفاعل وتواصل بكل القوى اليمنية التي تشترك مع الحكومة الشرعية ومع التحالف العربي في محاربة الانقلاب الحوثي في صنعاء، وأيضا الأمن والاستقرار في المنطقة وقطع إيران بشكل خاص. هذه الجهود من خلال كما أشرت إليك محاور رئيسية تقوم بالحكومة، وفي الصورة من التحالف العربي وفي أيضا الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي في الدولة لاستعادة الحكومة لاستعادة الشرعية طلب التحقيق أو طلب أيضا الخبراء الماليين وكذلك رئيس الحكومة للشباب الخبراء الماليين للبنك المركزي والحكومة اليمنية في صنعاء أيضا الإشراف على رقمية المبيعة السعودية اليمني. أعتقد أنها من الأشياء العديدة جدا والملحة جدا في التعامل بين الحكومة والمرحلة. نحن نخوض مع التحالف العربي بقيادة المكرمة الدولية حربا في ضد الانقلاب الحوثي، واعتقد ان من حق الحكومة اليمنية بالواجب عليها ان تقوم بالسعودية التي تمس طيب دكتور سعود الى هذه النقطه، لكن دعني ارحب بدايه برئيس مركز بضيفنا الذي انضم الينا الان، رئيس مركز عدن للدراسات الاستراتيجيه حسين حنشي الذي انضم لنا عبر الهاتف ايضا من عدن. اهلا بك استاذ حسين. يا اهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله. اذا استاذ حسين، برايك كيف سيتعامل من تصفهم الحكومه بالمتمردين بما يسمى المجلس الانتقالي مع دعوه هذه الحكومه لهم للتحول الى حزب سياسي وايضا عدم الاستقواء بالسلاح والاصطدام مع الشرعيه برايك؟ طبعا بدايه احب ان اقول ان التوصيف الموجود سواء ما ذكر من قبلكم في التقرير او حتى ما قدم من قبل الحكومه هو توصيف ليس بالدقيق. وتوصيف الحكومه نعم ليس تمردا، ما حصل هو ليس تمردا وليس انقلابا، حتى حسب الابجديات التي قدمت بها بيانات التي تناولت الوضع من التحالف العربي سواء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم التحالف العربي او حتى في البيان التهدئة الذي طالب بالتهدئة من التحالف العربي، كذلك حتى من الاتصال المبعوث الأممي بقيادة أستاذ حسين وزارة الخارجية الروسية، لم يكن أي من هذه الأبجديات يحمل تصنيف التمرد أو الانقلاب. هناك دعوات للحد من الفساد المستشري في الحكومة عن طريق واحتجاج واعتصام قوبل ببيان مسبق من وزارة الداخلية في الحكومة، ثم بقمع وحشي للذين حضروا هذه
أستاذ حسين، النقطة وضحت بالنسبة للتوصيف، لأن الحكومة قلت لك الحكومة هي من تصفكم بهذه الصفة. دعنا نتجاوزها للإجابة على سؤالي لطفا، كيف سيتعامل هؤلاء أيا كانت صفتهم مع دعوة الحكومة لهم بالتحول إلى حزب سياسي وعدم الاستقواء بالسلاح والتصادم مع الشرعية؟ يا سيدي، المجلس الانتقالي كان شريكا حقيقيا في هذه السلطة عبر مناصب موجودة في الشرعية منذ نهاية التحرير. أستاذ حسين، ذهاب إقصاء الجميع، لا يمكن التحول حاليا في الوضع الحالي الذي يمر به اليمن إلى حزب سياسي دون الارتباط بالقوات العسكرية الموجودة. هنالك حرب مركزية في اليمن، وقوات المجلس الانتقالي دخلت حيث قبل يومين في أقاصي الحديدة وتقاتل في جميع الجبهات، وهنالك حرب. كيف يريد للمجلس الانتقالي من كل هذا الإرث العسكري الموجود في حالة حرب تدور، وأن يتحول إلى حزب سياسي وهو الذي أقصيت كل قياداته بقرارات من الشرعية، من هذه الشرعية؟ هذه دعوة باطلة. هناك تحرك من الحكومة اليوم للدعوة لتحقيق من قبل التحرك الانتقالي. أستاذ حسين، هذه القيادات لم يكن، أستاذ حسين في هذه الحكومة، لإيضاح نقطة، هذه القيادات كانت موجودة في الشرعية، إذا ما كنا نتحدث عن محافظ عدن السابق وغيره، هذه كانت القيادات موجودة في الشرعية قبل أن يتشكل المجلس الانتقالي. فعلا هو هذا ما أقول لك، هي كانت شريكة في الشرعية لكن أقصيت بطريقة. أستاذ حسين، الصوت يتقطع. أستاذ حسين، اسمعك، أنا اسمعك جيدا. كنت تتحدث على أن هذه القيادات أقصيت، تفضل أكمل. فعلا هذه قيادات كانت شريكة في الشرعية بعد الحرب وبعد تطهير المناطق المحررة، إلا أن الشرعية قررت أقصيت كل القيادات الجنوبية قبل حتى أن يتم تشكيل مجلس الانتقال، ولهذا كان لابد من العودة للشراكة الحقيقية بحجم ما يمثل الجنوب من المناطق المحررة، من رفض الميزانية الحكومة الذي يعد هو المورد الوحيد لها كمرتكز حقيقي للمعركة المركزية. أقصي الجنوب بكل. لكن أستاذ حسين، كانت الدعوة الآن تتحدث على أن هناك حاجة لعدم الاستقواء بالسلاح على هذه الشرعية التي تعطي لمن تريد في نهاية المطاف باعتبارها حكومة شرعية، لأي قوة مقاومة تعطيها مقاومة للانقلاب وتعمل مع الشرعية لاستعادة الدولة، هي من تعطيها الشرعية، فإذا سحبت منها هذه الشرعية باتت غير شرعية هذه القوى، وإن تصادمت مع الحكومة وأعلنت الحكومة أنها انقلاب ستعتبر انقلاب في نهاية المطاف. من يستقوي بالسلاح يا سيدي؟ هنالك مسيرة سلمية أتت إلى عدن للاعتراض على الفساد، فتم قمعها بوحشية من قبل وزارة الداخلية، فتفجرت هذه الاشتباكات، من يستقوي بالسلاح هنا؟ هذا بيان الحكومة ليس كلامي أنا، الحكومة الشرعية. وأنا أناقش الحكومة التي تنقلونها أنتم، لكن قصة الاستقواء بالسلاح أو التحول إلى انقلاب أو تمرد، كما قلت لك هناك التحالف العربي من الأمم المتحدة لم تتحدث عن أي انقلاب، هناك تهدئة، هنالك مسار سياسي الآن أن يتم إشراك الجنوب حتى عبر دعوات من وزارة أن يأخذ الجنوبيين حقهم ومتسع في الحكومة وفي المؤسسات الحكومية، هذا ما هو جاري ترتيبه بالاتفاق مع التحالف العربي. هم كانوا موجودين أستاذ حسين، ندور حول نفس النقطة، لأن هم كانوا موجودين في الحكومة وبسبب أو لآخر تم استبدالهم بآخرين، هذه القضية ندور حولها ولا نصل إلى يعني وضوح أو انتقال للنقطة التالية. دعني الآن أسألك على أن الحكومة الآن أعلنت رغبتها بالتحقيق في أحداث عدن الأخيرة، وكذلك طلبت من التحالف إرسال خبراء لكشف ما قيل أنها تهم فساد تطالها، برأيك هل سيرحب المجلس الانتقالي بهذه الخطوة؟ المجلس الانتقالي ملتزم بهدنة ودعوة من التحالف العربي، تم عبر قيادة المجلس ومندوبين من الحكومة في مقر التحالف بعدن، هنالك ترتيبات جارية لوضع سياسي جديد يشرك فيه الجنوب في الحكومة. المجلس الانتقالي قيادته موجودة في الخارج الآن في عواصم الخليج للتفاوض حول طرح أسماء بديلة لهذه الحكومة. هنالك
امر يجب ترتيبه بالاتفاق مع التحالف العربي. ان كان اذا الان لم ترد على سؤالي استاذ حسين، دع يعني ارجو ان منك الرد على السؤال ثم ننتقل الى النقاط الاخرى التي تريد التعقيب عليها. هل سيرحب بمطالب الحكومه بالتحقيق بخبراء من التحالف ولا نتحدث عن جهات اخرى؟ يا سيدي انا صحفي اولا مستقل، لست تنظيميا في المجلس الانتقالي، لكن اعتقد اسالك رايك. لا كان ينوي، كان ينوي التحالف العربي الاستجابه لطلب الحكومه فالانتقالي سيرحب بها بالتاكيد، لانه هناك وضع واضح من كان المتسبب في الانفجار العسكري والاشتباك الذي في عدن، وهو في الاتحاليه ثم قمع المتظاهرين السلميين. طيب الان يعني كما يقول كثيرون ان الشرعية اليمنية باتت غاضبة من التصرفات بين قوسين الإماراتية في اليمن ودعمها للمجلس الانتقالي، إلى أي مدى برأيك هذا الغضب يمثل فرصة للمجلس الانتقالي للتصعيد بشكل أكبر ضد الشرعية وضد الحكومة اليمنية برأيك؟ دليل على غضب من الإمارات مرحبة، وتذكر الأمارات بكل عندما يمكن أن نلاحظ أو نلمس تصريح للحكومة رسميا عن تدخل إماراتي أو غضب يمكن التعليق على ذلك، لكن أفتأت حاليا على أن هناك أزمة بين الحكومة وبين الإمارات لحد الآن لا شيء رسمي في الموضوع. هناك إشكالية في الصوت أستاذ حسين، يتقطع الصوت من المصدر إلى حين هذه حل إشكالية، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. يعود إلينا أو أعود إلى الدكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء عبر السكايب. دكتور متعب، إذن كنا نتحدث على أن هناك دعوات الآن، هذه الدعوة من الحكومة إلى التحقيق وإرسال خبراء لكشف تهم الفساد، هل يعني ما الذي دفع الحكومة إلى هذه المطالب الآن؟ هل لإحراج التحالف أم لإحراج المجلس الانتقالي أم لكشف الحقائق؟ لماذا بالضبط؟ عفوا أنا طبعا ما لم أسمع مداخلة الزميل من عدن، كان الصوت فيه إشكال حديث. دكتور متعب، نعم معك. هل الصوت واضح؟ صوتي واضح لديك الآن واضح تماما. القضية الأساسية التي تطرق لها رئيس الوزراء اليوم هي قضية اعتقد الكل في الداخل والخارج يصنفها بين قوسين بقضيه الشفافيه وصفحه الشفافيه لدى الحكومه اليمنيه. رئيس الوزراء لم يتحدث عن قضيه التحقيق حتى في احداث عدن الاخيره فقط، وانما ايضا لديه من الشجاعه بما يمكنه من القول ان الحكومه لا تمانع عن مناقشة أي شبهة فساد أو أي إجراءات اتخذت الحكومة في الماضي، ولا زالت الحكومة إلى الآن هي تتحدث عن قضية الانقلاب، ولكنها أيضا كما نصحت الحكومة ونصح الرئيس عبد المنصور هادي في بداية مؤتمر حوار وطني في صنعاء، كما نصح الحوثي وغيره بتكوين احزاب سياسيه ومكونات سياسيه وتقديم مشاريع سياسيه، الحكومه اليمنيه اليوم تعاود نفس المطلب، وايضا اننا في الحكومه لسنا بصدد ايضا خلق عداءات جديده، ولكن في الاخير دوله رئيس الوزراء اكد اليوم بكل وضوح ان الرئيس عبد الرب المنصور هادي هو رئيس اليمن كل اليمن، ولديه مشروع سياسي ليمن اتحادي جديد، ولا بد انه في اي لحظه سيتخذ الاجراءات التي يحتمها عليه القانون والدستور من حمايه امن واستقرار وحده اليمن. هذه القضيه اعتقد يتم التاكيد عليها دائما، ولكن لا زال رئيس الحكومه الى الان يباشر اعمالها من عدن ويضمد الجراح ويعمل على مصالحه وطنيه واسعه مع كل الفريق السياسي هناك، ويحاول ايضا ان يخفف من حده الشحن المناطقي والعنصري وايضا الضخ الاعلامي الذي لن يستفيد منه الا اعداء الحكومه والشعب اليمني العزيز والتحالف العربي الى جانبه. هذه القضايا الاساسيه التي نحن بصدد مناقشتها الان وبصدد العمل عليها الان. طيب الان كان هناك يعني زيارات ميدانيه من قبل مسؤولين في التحالف العربي من السعوديه والامارات ل مطالعة ما حدث وتثبيت ما كان أنه تهدئة، ما الذي توصلت إليه هذه هؤلاء المسؤولين؟
هذه اللجنة والتي وصلت إلى عدن بدعوة وللتدخل من الحكومة اليمنية تباشر أعمالها وتجري تحقيقاتها وتقصيها حول المسألة، ولكن ذلك لا يمنع الحكومة اليمنية من مباشرة أعمالها وأيضا تقديم خدماتها للمواطنين وأيضا العمل على قضية المقاومة ودعم الجيش الوطني في مواجهة الانقلاب في كل الجبهات. وكما ترى أنت خلال هذا الأسبوع، هذه الشوشرة التي حصلت في عدن لم توقف الزحف اليمني الكبير حول صنعاء، سواء كان من نهم أو من الساحل الغربي أو من الربع والبيضاء وغيرها. هذه القضية الأساسية، والحكومة اليمنية إلى الآن أقولها إلى الآن بكل صراحة ترى أنه من الضروري أن تعود كل القوى اليمنية للعمل نحو إنجاز الهدف الرئيسي لليمن والتحالف العربي، وهو إعادة الشرعية إلى اليمن. فيما عدا ذلك فهو قضايا سياسية، آراء سياسية، خلافات سياسية يمكن أن تحل بالحوار. دون الحوار لا أحد يستطيع أن يفرض رايا سياسيا بالقوة. هذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، وما أكده رئيس الجمهورية قبل أيام في خطابه الشهير حول أنه لا يمكن أن يسمح بفرض رأي سياسي بالقوة. الأخوة في الانتقالي خاطبناهم وخاطبتهم الحكومة والرئاسة وكل المراقبون والأشقاء من قبلهم بعد ما حصل في عدن، إنهم كمكون سياسي لا غبار عليه في قبوله في اليمن والعمل السياسي وفقا للقوانين والدستور اليمني، بحيث أنهم يحملون خيار سياسيا لا يمكن أن نناقش الآن كم يمثلون من الشعبية في الجنوب، 50%، 20%، 30%، 80%. هذه القضايا يحسمها الصندوق وتحسمها الإرادة الشعبية الحرة التي تعمل الحكومة اليمنية ومعها الرئيس عبد الرب منصور هادي بكل طاقتها للوصول إلى هذا اليوم. نحن في الحكومة الشرعية وبتأييد من التحالف العربي والمجتمع الدولي لدينا هناك مشروع سياسي واضح الملامح حوله شبه إجماع وطني وإجماع إقليمي ودولي، وهو مشروع اليمن الاتحادي من 6 أقاليم. الأخوة بالانتقالي كان مشروع سياسي لديهم رؤية أخرى، لا بأس بمناقشة هذه القضية بالحوار السلمي الديمقراطي، ولكن دون استقواء بالقوة. لا أحد طيب. يستطيع أن يفرض رأيا سياسيا بالقوة في مواجهة الدولة بكل جيشها ومقاومتها بكل قواها السياسية ومن خلفهم التحالف العربي والمجتمع الدولي. طيب دعني أعود بهذه النقطة للأستاذ حسين الحنشي. ورئيس الحكومة حاول اليوم أن يذكر بها المرة الألف. طيب دكتور، دعني أعود بهذه النقطة إلى أستاذ حسين الحنشي بسؤال أخير. أستاذ حسين، إذن هي تأكيد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ الطرق السياسية في التعامل وعدم الاستقواء بقوة السلاح على الحكومة الشرعية وعلى الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي. برأيك هل يعني سنشهد خلال الأيام القادمة وفقا لما هو متاح ومطروح من قبل التحالف والحكومة تصعيدا مواجهة مقبلة أم ماذا؟ طبعا حسب التهدئة الملتزم بها الطرفان للتحالف العربي، لا أعتقد أن المجلس الانتقالي سيبادر بأي إشكالية أو عنف من جهته. هناك نقطتين سيدي لو تسمح لي التحدث عنهم حول التحول إلى حزب سياسي، وهي النقطة الأولى أن الدستور اليمني نفسه الذي يريدون تفصيله كما يشاءون يرفض أن يتم هناك تكوين أحزاب سياسية على أساس جهوي، والمجلس الانتقالي يحمل قضية جزء من الوطن يريد الاستغلال. كذلك أن دعوة التحول إلى حزب سياسي تريد تجريد المجلس الانتقالي من قواته التي بناها منذ نهاية الحرب، بينما يملك حزب الإصلاح جيش بأكمله في يعني هذه قوات رسمية تتبع المجلس الانتقالي. أستاذ حسين، فعلا تتبع المجلس الانتقالي بشكل رسمي يعني. أستاذ حسين، أستاذ حسين، هناك إجماع جنوبي على تكوين القوات العسكرية بجميع تشكيلاتها أن توضع تحت أمر القيادة الجنوبية المفوضة من قبل الشعب للدفاع عن هذا الشعب وحقوقه. لأن هناك بعض المتحدثين من المجلس الانتقالي يقولون أنها ليست قوات تتبع المجلس الانتقالي. لم نعد نفهم الآن هل هي قوات تتبعهم أم لا تتبعهم؟ هي, هي, هي,
يا سيدي هي أجهزة أمنية الشرعية وبرأس الرئيس هادي، لكنها كالمجلس الانتقالي الذي هو الذراع السياسي للشعب الجنوبي هي كذلك الذراع العسكري والأمني للشعب، وحينما يتعرض الشعب لأي أزمة القيادة السياسية للشعب تستطيع أن تحرك هذه القوات حيثما تشاء. يعني وإذا اصطدم القرار السياسي لهذا لمن تقول أنه ممثل للشعب في الجنوب مع قرار الشرعية اليمنية، هذه القوات ستتبع من بالضبط؟ تتبع المجلس الانتقالي بكل ما للكلمة معناه، وتتمرد على الحكومة الشرعية بشكل واضح. هذه الحكومة هي من بادرت بالعنف سيدي. تفضل أستاذ حسين. نفس وهذه ملتزمة القوات الجنوبية بأن تدافع عن الشعب في أي مسيرة سلمية، هنالك اعتصام سلمي قمع فتم الدفاع عنه. يبدو أن هناك إشكالات مستمرة في الصوت من المصدر. على كل حال أشكرك أستاذ حسين الحنشي رئيس مركز عدن للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن على تواجدك معنا في حلقة اليوم. قبل العودة إلى دكتور متعب بازياد مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، أجدد الترحيب بضيفي عبر أسكايب من الرياض دكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء. دكتور متعب، يعني سمعت كما قال الضيف قبل قليل هذه القوات يعني الآن من الصعوبة بمكان أن تترك بهذا الشكل، يعني بعد أن وصلوا إلى هذا الحجم من التسليح من الصعوبة أن بمكان ترك كل ذلك، ذلك يدفع للتساؤل على أي رهان قامت الحكومة أو على ماذا تراهن عندما تقول أن أو تدعو المجلس الانتقالي إلى تحول إلى حزب سياسي والاحتكام إلى الصناديق وما شابه. طبعا بكل أساس يعني أن 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 يقول إخواننا في المجلس الانتقالي أنهم مكون سياسي يعبر عن رؤية سياسية ومع ذلك لديهم ذراعا عسكرية. هذه قضية أعتقد بدعة في العمل السياسي بشكل عام، وأيضا يتناقض مع ما يطرحونه من أنهم مع الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس عبد الله منصور هادي. نحن نعرف في كل الدول الديمقراطية وحتى غير الديمقراطية أن القوى قوى الأمن وقوى الجيش دائما تنطوي تحت مؤسسات الدولة وأيضا تأتمر بأمر رئيس الدولة، ولا أحد يقول بخلاف ذلك. بينما أيضا كل الدساتير في كل العالم تحرم إنشاء ميليشيات خارج الأطر الدستورية والمؤسسات الدولة، والحكومة اليمنية تدرك إدراكا تاما بأن التشكيلات العسكرية والوحدات العسكرية التي أنشأت سواء كان في عدن أو في بقية المحافظات كمقاومة شعبية لمواجهة الغزو الحوثي أنشأت بشكل عفوي بشكل طوعي من المواطنين في ظل انهيار مؤسسات الدولة مع اجتياح الحوثي لصنعاء وبقية المحافظات، ولذلك عملت الحكومة على تأطير هذه المقاومة ضمن الجيش الوطني وقوى الأمن الداخلي. اليوم الحكومة بصدد ترتيب هذه الوحدات العسكرية بحيث أنها تصبح وحدات عسكرية نظامية مدربة ومسلحة ومتسلحة بالقانون وبحفظ أمن واستقرار اليمن وأيضا حفظ السكينة العامة والأمن العام للمواطنين. هذه المهمة الرئيسية التي تقوم بها أي قوة عسكرية في أي دولة دائما تأتمر بأمر حكومة دستورية في هذا البلد. لا يمكن طيب دكتور أن يقبل لأي حزب سياسي أو مكون سياسي أو شخص سياسي أو زعيم سياسي أن يكون ميليشيات خارج نطاق القانون. طيب دكتور الآن أمام يعني أمام مسؤولية الحكومة الشرعية على أراضيها وعلى مواطنيها دكتور وأمام جميع اليمنيين، يعني اليوم تحدث رئيس الوزراء أنه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تم التوجيه بمعاملة كل من سقط في الأحداث الأخيرة في عدن، معاملة الشهداء دون استثناء والاهتمام بكل الجرحى، وكأن الآن كما يبدو أن الأمور بالنسبة للناظر من بعيد أن ما حدث أن ما وصلت إليه البلاد لم يفرق بشيء سوى سقوط شهداء وجرحى، ما هي ضمانات ألا يتكرر ذلك مرة أخرى؟ هذا السؤال يوجه في المقام الأول للذين قاموا بعملية الانقلاب والتمرد في عدن. على أي أساس إذن تمت التهدئة دكتور متعب؟ على أي أساس قبلت الحكومة التهدئة من التحالف؟
إن هذا الانقلاب لم ينتج إلا مزيدا من الدماء والجرحى، وقبل ذلك من الشحن المناطقي وأيضا التمترس لرفاد السلاح بالأمس اليوم في وجوه بعضهم بعض. هذا الذي تحذر منها الحكومة الشرعية دائما، وهذا الذي دائما الحكومة الشرعية والرئاسة تؤكد على أنها حكومة لكل اليمنيين بغض النظر عن آرائهم السياسية، بغض النظر عن اجتهاداتهم السياسية، ولكن عندما تنزلق الأمور إلى العنف لا تستطيع أي قوة أن تمنع هذا الاقتتال بين الأخوة. ولذلك الحكومة الشرعية اليوم الأول دعت إلى تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لوقف إطلاق النار وللنظر والتحقيق فيما جرى، ومن ثم اتخاذ الإجراءات السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية والتعويضات والأمور الإنسانية وغيرها بناء على قضية رئيسية، وهي أن الحكومة الشرعية يجب أن تقوم بدورها وفقا للقانون والدستور، وأن التحالف العربي لم يأتي إلى اليمن إلا بدعوة من الحكومة الشرعية ومن الرئيس عبد الرب منصور هادي، ومقيد حضوره في اليمن بدحر الانقلاب وإعادة الشرعية. غير هذا من الأهداف نكررها للمرة الألف، هذه الآراء السياسية والخلافات السياسية والمشاريع السياسية مؤجلة حتى يتم الجلوس على طاولة الحوار لكل اليمنيين دون استثناء دون شروط مسبقة، ويتم في الأخير النزول على رأي الشعب اليمني عبر صناديق الاقتراع. فالإرادة الشعبية هي الحاكمة، وأنا أعتقد أن من مصلحة إخواننا في المجلس الانتقالي أن يعملوا من الآن على توعية بمشروعهم السياسي الذي يحملونه، وهذه التوعية تتوجه إلى الشعب اليمني هو صاحب المصلحة الحقيقية وصاحب الإرادة اليمني الحقيقية في قضية الثورة والوحدة والاتحاد أو غيره. هذه المشاريع السياسية يجب أن تتوجه إلى الشعب ولا أن توجهها للبنوكية. طيب دكتور، الآن يعني بالحديث عن ما يجري في يوم من الأيام، في أولى أيام هذه الأحداث الأخيرة، كان الحديث من قبل رئيس الوزراء على أن الحاكم في عدن الآن هي الإمارات، كما قال في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن الإمارات هي طرف في التحالف، هي تدعم التمرد بحسب تصريحات وبحسب يعني شواهد كثيرة كما يقول الكثيرون. كيف يمكن فهم هذا التباين، وكيف ستتعامل الحكومة معه؟ رأي الحكومة اليمنية وتصريحات المسؤولين اليمنيين الرسميين والبيانات التي صدرت من الرئاسة ومن الحكومة اليوم وقبل اليوم تؤكد على أن الحكومة الشرعية بقدر هدف رئيسي، وهو دحر الانقلاب في صنعاء، الانقلاب الحوثي، وبتر يد إيران في المنطقة. واليوم أعتقد أن رئيس الحكومة وجه رسالة بكل وضوح للداخل والخارج، إننا في مركب واحد وإن الهدف واحد، ومن يظن أنه سيحرف مسار العملية السياسية والعملية العسكرية في اليمن عن مسارها الصحيح نحو الهدف الرئيسي وهو إسقاط الإنقلاب وعودة الشرعية، لا يظن أنه سيكون بمنأى عن الخراب الذي سيعم المنطقة بشكل عام وليس اليمن بشكل خاص. هذه الرسالة كانت واضحة وقال فيها بكل وضوح أنه عديم البصر والبصيرة من يفكر أنه سينجو من التخريب الذي يحصل في صنعاء أو في عدن. يجب أن توجه كل الجهود نحو الهدف الرئيسي، والحكومة اليمنية دعت الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى التدخل لإنقاذ اليمن، والأشقاء في المملكة العربية السعودية عملوا على تحالف عربي عريق بدعم دولي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأيضا مشروع الدولة الاتحادية في اليمن، وأيضا للمواءمة مع قرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2216. هذه القرارات واضحة وهذه المخرجات واضحة وهذه الوثيقة السياسية والمشروع السياسي واضح على من يريد أن يخرج عليهما، أن تقول له الحكومة اليوم بكل وضوح إنه في العنوان الخطأ، وعلى علينا أن نكون واضحين مع الداخل في اليمن كما يجب أن نكون واضحين مع الأشقاء في التحالف العربي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من سكوتلندا الأكاديمي والباحث دكتور أحمد الدبعي. أهلا بك دكتور أحمد. مرحبا أستاذ. حياكم الله دكتور. إذن الآن هناك دعوات من قبل الحكومة للتحقيق في أحداث
الأخيرة التي جرت في عدن، وهناك أيضا دعوة للمجلس الانتقالي بالتحول إلى حزب سياسي وعدم الاستقواء بالسلاح، كيف تتابع كل ذلك؟ قد تكون هذه الخطوة هي الخطوة الإيجابية الأولى للحكومة خلال الأيام الأخيرة لمتابعتي للحكومة اليمنية. تصريح الدكتور بن داغر باتجاه بدعوة الحراك أو المجلس الانتقالي للتحول لحزب سياسي هو تصريح نوم عن حرق الدولة وبالاتجاه الصحيح، وهنا لكن هل واقعي هذا التصريح دكتور؟ لا، دعنا كما يقال في الإنجليزي هنا يعني to take the benefit of the doubt، بمعنى أنه نحن نحسن الظن الآن بالحكومة في هذه الخطوة، لأن كما أؤمن أن الجنوبيين سيحصلون أو أكثر الطرق لحصول الجنوبيين على حقوقهم هو بتعزيز شرعية الحكومة اليمنية والدولة. الرئيس هادي هو أكثر رجل أنصر سياسي يمني أنصر القضية الجنوبية، هو يريد فقط التوقع نحو استقرار البلد لإنصاف الجميع. الآن الحراك الانتقالي أو المجلس الانتقالي إذا ظن أنه عبر الرماح عبر السلاح سوف يحصل على حقوق لم يحصل عليها عبر السياسة فهو واهم، لأننا سندخل في متاهات متعددة ومتشعبة ستضيع القضية الشمالية والقضية الجنوبية على السواء. طيب دكتور، الآن يعني عندما نتحدث عن الأوضاع، هناك المجلس الانتقالي الذي تعده الحكومة قام بخطوات متمردة ومحاولة للانقلاب عليها، وهناك الحكومة الشرعية أيضا، من هو مسؤول أمام الشعب؟ هي الحكومة الشرعية، من هو يعني مدعوم من الشعب كما يعني تصرح الحكومة الشرعية؟ هي الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي. إذا من نسأله الآن هي الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، ما الممكن وما المتاح لديهم للاستمرار في هذا الضغط مع وضع شديد الاعتبار لقيمة الدم اليمني الذي يذهب كلما كانت هناك محاولات من هذا النوع؟ الحكومة اليمنية عليها التحلي بالصبر. أولا عليها أن تعرف أنها هي المسؤولة، كما اتفقنا هي المسؤولة أو المسؤول الأول عن حفظ الدماء اليمنية، هذا كلام لا غبار عليه. الحكومة اليمنية عليها أن ترفع صوتها أمام التحالف العربي وأن تدعو هذا التحالف لشراكة وليس إلى تبعية. الثنائية الموجودة في عدن هي التي تقتل اليمن الآن. الشرعية عندما تجد ندا لها في عدن هي تجد ندا لها حالة ميليشياتية موجودة أمام الحكومة، تحدي كبير يجعل كل تركيز الحكومة أن تثبت نفسها في عدن. للأسف الشديد عدن تعتبر مدينة محررة وكل نضالات الحكومة هناك عبارة عن إثبات ذاتها في مدينة محررة، فكيف سيكون الحال في مدن غير محررة؟ لذلك الداء الآن في عدن هو الثنائية، يجب أن يكون القرار الأول والأخير في عدن للحكومة اليمنية، ويجب أن تكون هذه القضية في طاولة الحوار مع في طاولة التحالف العربي. إذا لم يستجب التحالف العربي فهناك بدائل للحكومة، على الحكومة اليمنية ألا تتصرف وكأن هذا التحالف العربي هو الوحيد في العالم هو الذي يستطيع. هذه النقطة التي نريد أن نصل إليها دكتور، ما هي الأوراق التي لدى الحكومة في مواجهة التحالف؟ الحكومة يمكن أن تتحرك في أروقة مجلس الأمن، ممكن تتحرك في الاتحاد الأوروبي، ممكن تتحرك في الإطار الإقليمي. نحن لا نريد أن نصعد الأمر بين الحكومة والتحالف لدرجة اللاثقة المطلقة، لكن على التحالف أن يعرف أن اليمنيين لديهم خيارات أخرى. نحن في كوكب الآن قرية صغيرة، أن يعزلونا ثم يجعلوا اليمن مجرد مساحة جغرافية لنفوذهم وترتيب البيت اليمني فقط من أجل أو بناء على رؤية التحالف وليس بناء على رؤية الشعب اليمني وأولوياته، هذا مخاطرة كبرى في مصير مستقبل اليمن سيتمزق البلد إذا بقينا على هذا المنوال. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد الدباعي، كنت معنا عبر الهاتف وأنت الأكاديمي والباحث من اسكتلندا، شكرا لك. بالعودة إليك دكتور متعب، بكل تأكيد الظرف الذي تعيشه البلاد صعب جدا، الخيارات محدودة ربما كما يقول كثير من المتابعين والمراقبين للمشهد اليمني، وهناك صعوبة في يعني عمل خلطة للتوازن بكل الأحوال، لكن من هو مسؤول أمام الشعب اليمني؟ هو الحكومة الشرعية، أنتم في نهاية المطاف.
ما هي يعني ما هو المقبل عليه اليمنيون خلال الأيام القادمة على في عدن تحديدا في هذا المشهد الصعب؟ طبعا لا خروج الإخوة في عدن، الإخوة في المجلس الانتقالي وتمردهم على الحكومة الشرعية والمطالبة بإسقاط الحكومة الشرعية بالقوة كان بحجة أن هذه الحكومة فاسدة وأن الشعب يطالب بإسقاط هذه الحكومة. على كل حال هذه الحجج سقطت، واليوم رئيس الوزراء يطالب بأيضا بمناقشة هذه التهم التي تلقى جزافا بعد أن سقطت شعبيا. لو كانت إسقاط الحكومة في عدن هو خيارا شعبيا لما احتاج الأخوة في الانتقالي لاستخدام القوة لإسقاط الحكومة، لكن لم يكن هناك تحرك شعبي، فحاول البعض أن يغطي هذا العجز بتحريك أدوات العنف. اليوم نقول أن الحكومة حكومة الشعب اليمني، وهي على تواصل مع الشعب اليمني في عدن وبقية المحافظات المحررة، ورئيس الحكومة فوق ذلك تحدث قبل يومين في مقال منشور حول قضايا فساد يتم إلقائها في وجه الحكومة وفي وجه رئيس الحكومة شخصيا للأسف، يعني ورئيس الحكومة من الشفافية بمكان ومن النزاهة بمكان، بحيث أنه أنبر بنفسه وبشخصه وبقلمه أن يبين لشعبه هذه الحجج الواهية ويفندها. ولا أعتقد أن الحكومة تحتاج إلى وسيط للتخاطب مع شعبها، هي كل يوم تلتقي الناس وسواء كان في الإعلام أو في مكاتبهم المفتوحة والوزارة المفتوحة في عدن. الذي سنؤكد عليه دائما أن الحكومة الشرعية كما ذكرت أخي وجيه يجب أن تقوم بأعمالها وفقا للقانون، وأيضا استدعى لذلك هي فرض أيضا إزالة أي عراقيل أمام عمل الحكومة وانسياب عمل الحكومة وانسياب خدمة المواطنين، وأيضا أي عمل بل يشوش على المسار السياسي والعسكري الذي اختطته الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء، وأيضا المسار الذي قد يشوش أو يعرقل عاطفة الحزم وإعادة الأمل الذي أطلقها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والاتحاد العربي لإنقاذ اليمن. نحن الآن بصدد حكومة شرعية لإنقاذ اليمن من براثن انقلاب إيراني في صنعاء واضح الملامح. أي شيء خلاف ذلك أعتقد أن الحكومة الشرعية اليمنية ومن خلفها التحالف العربي والأشقاء العرب والمجتمع الدولي واضحون في هذا المجال، والحكومة اليمنية إنما اليوم تذكر كل الأطراف بمسؤولياتها والأهداف الرئيسية من عاصفة الحزم وإعادة الأمل ومن تحرك الشعب اليمني قبل ذلك والجيش اليمني لإسقاط الانقلاب الحوثي بفرع. أشكرك دكتور متعب بازياد مستشار رئيس الوزراء، كنت معنا عبر السكايب من الرياض في هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا على تواجدك معنا. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا أيضا، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء أسامة عادل منصور النقاش ومحمد المقبلي والأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.